السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الإردواز الفضي هتلبس فرو الدب القطبي. طبعا جاري الآن تركيب شبكة مجاري الهواء وتركيب الوحدات الداخلية وعمل ترمينيشن للمواسير النحاسية وصرف التكييف. لو نلاحظ هنا ما شاء الله تبارك الله تم تركيب وحدات التكييف الداخلية، وطبعا بنترك مسافة كافية بشكل جيد جدا عشان عملية فتحة الصيانة فيما بعد. لو نلاحظ بيتم الإعلام بالسبراي في هذا المكان عشان يجي بعد كده مقاول الجبسون بورد يركب فتحة الصيانة أسفل الإعلام مباشرة، وبالتالي هنا بيكون الصيانة بتخدم عملية الصرف والترمينيشن الكبر بايب وأيضا منطقة البوردة. ومن العوامل المهمة جدا ضروري تركيب فتحة صيانة أخرى خلف المكيف لعملية تنظيف الفلاتر فيما بعد. لو نلاحظ هنا الماكينة مغذية غرفتين، مغذية المجلس في هذا المكان. طبعا بيتم العمل على حسب المواصفات الفنية لمجاري الهواء. هنا بيتم تركيب كولر فيما بعد، ولكن الكولر بيتم تركيبه مع الجبسون بورد قبل تركيب الجبسون بورد. والمسافة الثانية تم تركيب هنا تي نغذي غرفة الطعام في هذا المكان. أما بالنسبة لمنطقة الصالة تم تركيب ماكينة أيضا 4 طن تبريد في هذا المكان. دايما بنضع الماكينات في الحيز الخاص بالممرات الكوريدور. طبعا تم عمل ترمينيشن لمواسير صرف التكييف. لو نلاحظ ما شاء الله تبارك الله تم تركيب صرف التكييف، ويوجد مضخة ووتر بامب بيتم توصيل المضخة وتوصيل الجرافتي وتركيب الاير فنت في هذا المكان، ومن ثم عمل البتراب وتوصيلها لمصدر الصرف، ويتم عزل مواسير صرف التكييف. طبعا المواسير النحاسية ممددة داخل لي فليكسيبل جرجوري للمحافظة على عدم وجود تكثيف بشكل جيد جدا، وايضا العمر الافتراضي للمواسير النحاسية. دلوقتي احنا عملنا ترمينيشن بي وحدة التكييف، بيتم عمل بريشر تيست للمواسير النحاسية للتأكد من عدم وجود تسريب. وأيضا هنا بالنسبة للمكيف الكاسيت، لو نلاحظ هنا الأسياخ مخلينها طويلة عشان فيما بعد احنا لسه مش عارفين منسوب المطبخ هيكون قد ايه، وبالتالي الترمينيشن ده بيتم عمل ترمينيشن للمكيفات الكونسيلد بعد تحديد منسوب مستوى الجبسون بورد. لأنه بمنتهى البساطة جدا المكيف الكاسيت بيتم تحديده بناء على منسوب الجبسون بورد، لانه بيركب اعلى الجبسون بورد ب 3 سم بالظبط عشان تركيب الكفر فيما بعد، وبالتالي بيتم تاجيل الترمينيشن الخاصه بالدريم بايب. طبعا الدريم بايب الخاص بيه هنا ماسوره 1.5 بوصة معزوله داخل الجدار ما شاء الله تبارك الله. وكده كده بالنسبه للمكيف الكاسيت بيكون فيه ووتر بامب كمضخه. وده كانت تفاصيل الدور الأرضي.